كل الالوان حلوه، الورده هي حلوه سبحان الله حلوه، يعني منها بتفتح هاي شايف اللون هذا، هاي لون واحد اوكي، بس بلش ما يظل شمس موجوده وتحس بنتفه بروده تفتح، هي بتعشق البروده ما بتحب الحراره. شنو اسمها؟ ما ادري شو اسمها، اتعامل معها ما بعرف، حسب كل دوله بتسميها شكل، كل بني ادم بيسميها Should شكل. every person call it different. المسا بالوقت هذا تيجي عليها يا دوب تشم ريحتها، هاي بتفتح 6 ايام، بعد 6 ايام بتسكر بتصير بزرعون. راح اشيل منهم بذور واضب كل اللي زارعينه، راح نشيل منه بذور مشان شو السنه الجاي بدنا نزرع يكون في عندنا بذور. انا اسمي يعقوب من سوريا، مهنتي زراعه. يعني احنا بسوريا بدنا كنا نزرع بال 100 دولم بال 200 دولم 150 دولم، نزرعها من جميع الخضروات، شو بيخطر ببالك خضروات تفوت على الارض تلاقيها. طبعا مو لحالي ازرعه، في اشخاص يساعدونا على الزرع، اما يعني الفكر من عندي، يحضر الفكر من عندي. عايش باليونان صار لي تقريبا 3 سنوات، جابوا لي بذور وكان في عندي شويه بذور كنت انا زارع بالكم. من شي سنه تقريبا بدات اتردد على منظمه حبيب اورك، حاولت اني مثلا انه فوت اتفرج عليها مره ثنتين ثلاث، فعرضت عليهم انه انا مزارع، تعبت عليها شوي أنا، صار فيها زرع والحمد لله نجح الزرع. هذا كمان نفس الشيء. من شوي قطعت 6 حبات حطيتهم بالمطبخ، هيك الحبة. حارة هذه؟ لا حلوة حلوة. No, شيء بسيط بفكر بهذا الموضوع، بفكر أشوف الأرض خضراء، أشوف الحياة خضراء، أشوف مزروعات، أعيش مع المزروعات، أشوف ورود، أشوف خضار، جميل الخضار جميل، يعني إنك تشوف مزروعات أو تشوف ورود يعني شيء رائع بالحياة هذا الشيء. يعني فيها متر متر وشوي همات. ما نجحت كلها، صار في عفونة بالأرض وصلوا بس بالوطن العربي احنا نوعيتها البطاطا بنسميها سمونتة، بدنا نحاول نتذكر ايمتى زرعناها مشان نوقف المي عنها مشان تظل تكبر البطاطا. تقريبا شي 7 كيريات بطاطا زرعنا، يعني بيطلع منها شي 15 20 كيلو بطاطا. رابطها هني بشريطة مشان شو تحافظ على طولها لفوق، هاي بتكفي بغض النظر عن كل التعب اللي بتتعبه تا تزرعه يصير في عندك محصول. اشوف له طيور مثلا حوالي الزرع، عرفت علي؟ مرات اعبي يعني مثلا بطاسه هيك مي احطها بس مشان اشوف له طيور قاعد تيجي تشرب. وصل لك البذور اللي عندنا احنا بالوطن العربي غير البذور اللي عندهم باوروبا. بسبت هم جوهم بختلف، في احنا بذور عندنا بتقدر تعيش عندهم، اما في عندهم بذور هون ايش ما بتقدر تعيش ببلادنا. تمام. نايس. احس حالي بمطرح ثاني يعني غير الكره الارضيه اللي انا عايش فيها. مشكلة. There has to be some medicine for this. يعني أنا بالنسبة إلي عندي شغل الأرض أحسن من دكتور. عينها فيه، عينها فيه محمد. كم
It's this one. Mm-hmm. Yeah, okay. Hello. هذا شنو؟ ما كان حدا يعني الكل اللي يعرفوني بسوريا ما كان حدا يروح يشتري شتول من المشاتل. يجي لعندي على المزرعة، مزرعة كبيرة، يجي لعندي. صغير بعده. يعني اعطيهم انجح الشتول او انجح الورود اللي بتعيش والقوية، ما اعطيهم شيء مغشوش. كمان كل الزراعة فيها غش. بقدر اني افاجئ اقول له بقدر يعني اليوم بخليك تشوف مثلا هالظول صغار، بتيجي بعد يومين بتلاقي هيك الخيارين. بقدر افاجئك، بغش، بحط مواد كيميائيه، عرفت علي؟ تقريبا هسه احنا بالشهر العاشر، يعني بعد شهر بتعرف ومصير في برد باليونان. يعني نص المزروعات ما بتحب البرد. واحنا جينا عم نصور يعني بنهايه تقريبا الموسم، لو احنا صورنا بالشهر السابع محمد هذا أخضر 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 أخضر، هيك بقوله أخضر. أخضر بحبش أحكي والله، أخرونا أخرونا خص أني بالذات أني يعني. بس يلا كله لخير يعني، شفت الوجوه الطيبة بحب الوقت التأخير فيه. أقول أنا بخير على غيري يعني، يعني أنا ببلد آمن. التركي عم يبكوا واللي بسوريا عم يموتوا. هذا التصوير من الأعلى. قصينا شجر العنب وجهزناه للسنة المقبلة. راح نكلسه ونرفعه على صياخ الحديد بحيث انه يكون جاهز للسنة الجاي. ونظفنا الأرض تقريبا يعني خالص جاهزة هيك. وبدأنا بالخطة، بدأنا بالأول بالتوسيع، وسعنا وبنينا جدار وعليناه وعملنا الأبواب، ومن ثم انتقلنا للداخل. كان في كثير شجر تعبان ومرضان بده قص. قطعنا قسم من الخضروات الشتوية مثل هالصحون، يعني عندك هون هيك بروكلي وعندك الملفوف، وهذا الخس اليوم زرعناه. الخس عندنا شبكة تقطير نظامية، شبكة يعني 100% للزراعة. أكبر، أسبني مشتل إلي، أصير أشتل فيه، عرفت علي؟ بما أنه يعني شلون بدي يعني أقول لك، حسيت الحياة رجعت مشت، صرت أفكر أني أبني وأكبر مو بس على الحدائق. يعني ما رح أخلي يكون مثلا محصول غالي، رح أخلي الناس كلها تأكل، خلي الناس كلها تستفيد، خلي يعني الفقير والزنقير كله يأكل.